مش شرط الهدية يعني، لو حاجة قليلة خالص بتبقى مبسوط بيها. الهدية نفسها حتى لو الشنطة فاضية أنا ببقى مبسوط. أي حاجة بسيطة خالص من الغاليين والناس اللي تحبيهم طبعاً هتبقى ليها إن شاء الله، لو حتى وردة أو أي حاجة بسيطة خالص. أكيد لو حاجة في دماغي هبقى فرحانة، لكن عموماً أي هدية تفرح، حاسسة قدام يقدرك دي حاجة جميلة. لو جبت لي كوباية شاي هجيب لك قدامها هدية ب 6000 جنيه مثلاً، هحس إن أنا لازم بقعد أفكر كتير وأختار حاجات هو بيحبها. مثلا عيد ميلادها اقول الشهر الجاي، من الشهر اللي فات وانا بجيب لها هديه مثلا. لا بحب اختارها بعنايه، بحب الحاجه اللي هو الشخص يعني حبيبها او بيحبها من حد معين وكده معين، اكتر من كده لا.